بشكل مبدئي أنا سعيد بالاهتمام بقضية تحليل النتائج المترتبة على هذه القرارات وهذه الضوابط. مبدئيا هو التزام بالقانون، فالالتزام بالقانون أصلا مسلك متحضر، والضوابط التي تحكم عضوية النقابة سواء عند بدء القيد والانتساب إليها أو بالنسبة إلى استمرار الاتصاف بالصفات والشروط التي اشترطها القانون في من ينتمي إلى نقابة المحامين، مسألة ضامنة لسلامة سير مهمة العمل النقابي، في أن تكون المهمة العظيمة التي تمثلها المحاماة وهي كفالة حق الدفاع في مجتمع متحضر بقصد تحقيق العدالة ليس إلا صالح مجتمعي قبل أن يكون صالح المحامين، قبل أن يكون مطلبا نقابيا فأويا، قبل أن يكون تطبيقا للقانون، هو من صالح المجتمع ألا يتصف بصفة محامي يمكن الوثوق به والالتجاء إليه وإسناد الوكالة إليه ليتولى مهمة الدفاع عن الحقوق، مطلب يخص المجتمع كافة من أقصاها إلى أقصاها. هذا أمر يترتب عليه فهم قيمة والأثر المترتب على هذا الالتزام. بشكل مبدئي يلزم نقابة المحامين وهي تمثل الرابطة الوحيدة التي يمكن أن نقول أنها تمثل الذين يقومون بهذه المهنة الحرة، نقول أن المحاماة رسالة، هي حقيقة الرسالة، رسالة الدفاع عن الحقوق هي رسالة، أمانة التحدث عن أصحاب الحقوق هذه رسالة، لكنها مهنة لها ضوابط ولها قواعد ولها اشتراطات قانونية. حينما تصبح هذه المهنة الحرة التي يصبح للعضو في نقابة المحامين أوسع نطاق الصلاح، أوسع نطاق من الصلاحيات في تقدير ما الذي يقبله من القضايا أو لا يقبله، فهي مهنة أيضا تتصف بالاستقلال، لا يفرض على المحامي فيها أن يمارس عملا إلا ما يقبله. الأمر الثاني الاختيار للمسار الذي سيسير فيه في الدعوة، يأتي إليه موكله ليروي له مطلبه أو الحق الذي يطالب به، فيختار المحامي المسلك القانوني الصائب الذي يصل به إلى تحقيق هذه النتيجة، فهو اجتهاد مرجعه دراسة المحامي وفهمه وأمانته في تلقي هذه الوكالة، ثم بعد ذلك التحرك صوب استعادة الحق. على ضوء هذا يصبح هناك استقلال عند قبول الوكالة من الموكل، ثم استقلال في اختيار المسار الذي سيسلكه المحامي في المطالبة بالحق، ثم بعد ذلك في مبارزة قانونية بتجري في عند التقاضي بين طرفي الدعوة، فاختيار الوسيلة المناسبة المشروعة التي تناسب الموقف أيضا أمر يستلزم استقلال. المحامي الذي يمارس هذا العمل في هذا الجو المستقل بالتأكيد هو بحاجة ماسة لأن نضبط كيفية اكتسابه لهذه الصفة قبل أن يتولى هذا الاستقلال، لأنه اللي هيمارس هذا الاستقلال لازم ننسق أولا أنه محامي حقيقي، ولازم ننسق أولا أنه اكتسب الصفات التي تسوغ له الانتساب إلى هذا العمل المستقل. ونحن نقسم على الاستقلال في قسم المحاماة، لأن احنا نقسم بممارسة نقسم بالله العظيم أن نمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال، فالاستقلال هو جزء لا يتجزأ من المحاماة ولا يمكن الاستغناء عنه، لأن المحامي لا يمكن أن يمارس المحاماة وهو فاقد لهذا الاستقلال. الاستقلال بيستوجب بدءا قواعد عند الانتساب إليها. الأثر الثاني مباشرة مفهوم المفهوم الأدبي للتنقية. نحن نعرف كلمة التنقية هي أن تنقية نقيض التعكير، النقاء أن تنقية من النقاء، ونقاء المحاماة من غير المحامين أمر أدبي لصالح نقابة المحامين ويرحب به المحامون
ويعتزون به ويتمسكون به ويطالبون به باستمرار. فالنقابة حينما تلتزم بهذه التنقية هي أمينة على التزامها بتمثيل الجمعية العمومية للمحامين في أن تحافظ على نقاء جداولها من غير المحامين. ففي هناك التزام أدبي في هذه المسألة. الأثر الأدبي ليس هو فقط المتطلب، بل هناك آثار أخرى، لأن اقتصار العضوية على المحامي أمر بينشئ مسؤوليات. من الذي يحرص على المحاماة؟ أصحابها الذين يحرصون على المحاماة، الذين لا يمارسون عملا يتعارض معها، الذين يدافعون عن كرامتها، الذين يلتزمون بآدابها وأعرافها، هم المحامين. محدش تاني، محدش تاني يسبقهم في المطالبة بضوابط المحاماة إلا الذين هم يمارسون المحاماة. فاقتصار عضوية النقابة على المحامين أمر بيترتب عليه نشوء لون من ألوان المسؤولية عند أبناء هذه المهنة، لأنه باعتباره محامي أصبح مسؤولا عنها، أصبح يمكن أن يؤتمن على ممارستها، فلا يخرج منه ما يقل ينقص من قدرها، وبالتالي أنا بحقق درجة من درجات المسؤولية. لكنه لو يمارس المحاماة عرضا أو عنا له أن يمارس مسألة التقاضي وهو ليس محاميا، من الوارد أن يرد أن يصدر عنه ما لا مسؤولية فيه، وما لا تشبث فيه بقيمة المحاماة، وما لا حفاظ على قيمة المحاماة. فأنا محتاج أن أنا أستحضر أصحاب الحق وأصحاب القيمة، لأنهم هم دول اللي هيكونوا مسؤولين عن الدفاع عن هذه القيمة. طيب، الراغبين في الارتقاء بالمحاماة هم المحامون، المفروض أنه ده طبيعي جدا. وبمفهوم المخالفة، أنا لا أأتمن غير المحامي على الدفاع عن المحاماة، ده أمر طبيعي جدا وأمر لا غرابة فيه. نوعية المشكلات التي يمكن أن تصدر عن المحامي المشتغل الحقيقي، أو التي يتعرض لها المحامي المشتغل الحقيقي، سواء اللي بتصدر عنه أخطاؤه، سواء اللي يتعرض لها من مواجهات ومن تحديات، النوعين دول إذا اقتصر الأمر على المحامي الحقيقي يبقى احنا في أمان، لأن المشكلة التي تصدر عن المحامي الحقيقي مشكلة متداركة يمكن معالجتها، يمكن التعامل معها بشكل يؤدي إلى معالجتها. لكن بالتأكيد الخروج عن هذا المعيار الواقي من دخول الغير بيحقق للمحاماة وللمحامين وللدور الوطني في كفالة حق الدفاع قيمة كبيرة جدا، قيمة كبيرة جدا، لأنه بالتأكيد إنه المشكلة اللي تصدر عن واحد معاه قرين نقاب بس ولا يمارس المحاماة، هنلاقيه في أي مناسبة في عمله اللي بيمارسه بيخرج قرين نقابة مطالبا بأنه يعمل كمحامي بكل ما يفرضه القانون للحفاظ على هذه المهنة، رغم أنه هو مش من المحامين. مش معنى هذا أن المحامي بنطلب تمييزه بمزايا خاصة به، لا، المهنة تقتضي حماية لمن يمارسها. احنا بنطالب دائما بحماية قانونية للمحامي، بنطالب دائما بتحصين للمحامي في المواجهات التي يتعرض لها. أنا بمارس خصومات، أنا بتعرض لشكل من أشكال المواجهة، كلما أخلصت لموكلي كلما تعرضت لمواجهة مع خصومه. إذا طلبت أن أنا أحمى بنصوص قانونية من تجاوز في حقي أو من استدراجي للدد الخصومة، أنا أمارس المخاصمة ولست طرفا فيه، أنا أمين على مطالبة بالحق ولست شريكا فيه. فإذا ترك الأمر بالنسبة لي أن أتعرض للمخاطر التي يتعرض لها الخصوم في مواجهة بعضهم البعض، من الواجب أن أطالب بضمانة قانونية. الضمانة القانونية لو ذهبت إلى مشرع أطالب بحماية قانونية لمن يمارس المحاماة، هل متصور أن يوافق تشريعيا على هذه الضوابط أنها تمنح لمن لا يمارس المحاماة؟ إذا كانت هي مقتضيات المهنة يبقى المفروض تبقى عضوية النقابة قاصرة على الذين يمارسون المهنة، علشان لو في حماية قانونية هنطالب بها للمحامي
يبقى قاصرة على الذين تلزمهم هذه الحماية دون سواهم، ويبقى قصرنا هنا الحماية والتحصين على من يمارس المحاماة دون سواه. فلو إن واحد بيقود وسيلة نقل مواصلات سواء تاكسي سواء يعني، مع احترامنا الشديد لكل الأعمال المشروعة الشريفة، إلا أنه في فارق بين احترامنا ليها وفي فارق بين قبولها زمالة. هو إذا حمل بطاقة عضوية نقابة المحامين لكونه حقوقي، لا، هذه ليست نقابة حقوقيين، دي نقابة المحامين، والصدق يقتضي أن لا تكون عضويتها إلا للمحامين. يعني لو حمل بطاقتها شخص لا يمارس المحاماة، هنا حصل إنكار للإسم الأصيل أنها نقابة المحامين. لو أني أنا عايز أقول أن أنا نقابة حقوقيين فلننشئ نقابة حقوقيين. ولو أنه طبعا نوعية الأعمال نفسها بتتباين وما فيش نقابة تقدر تنتظم كل هؤلاء جملة واحد، لكن الروابط الاجتماعية التي تنشأ لحملة المؤهلات يمكن أن تتسع وتضيق حسب الحالة، لكن مش من بينها أني أصف من لا صفة له بهذا الوصف. وإلا يبقى طب منقول إيه بقى للي عايز يستخرج بطاقة عضوية لنادي القضاء مثلا، نقول إيه؟ ينفع؟ مش ممكن، مش ممكن طبعا، رغم أن دي رابطة اجتماعية، ده مش عمل نقابي كمان، ده مش عمل نقابي، لكن ما ينفعش حد يقول كده. هل هي رابطة، نقول رابطة حقوقيين؟ ما نقدرش نحول هذه الملتقيات وهذه المنتديات وهذه النقابة إلى أبواب مفتوحة تقبل من لا ينتمي إليها. بالتالي يصبح أمر التحصين القانوني اللي بيلزم المحامي المشتغل بالمهنة المحاماة أمر لا يخص سوى المحامي، بل لا يقبل أن يشرع إلا إذا كان قاصرا على المحامي. يجي مثلا سواء التاكسي يمر فيقول أنا محتويات شنطة العربية بتاعتي ما تتفتش لأنه ممكن يبقى فيها أسرار موكلين، لا طبعا ما ينفعش. يقول ما تتفتش، أنا ما تسألش عن التراخيص ولا ما تسألش عن حاجة ولا عن صلاحية المركبة التي أقودها بالركاب إلا في حضور نقابة المحامين، مش ده كلام، ده كلام عبس، ده كلام ما حدش يقوله. أنا محتاج إن المحامي ما يحوزه من مستندات ومن أسرار موكليه يحفظ ويصان ولا يترك للاختراق، لأن ده لصالح تحقيق العدالة. فأنا ده أطالب بيه للمحامي اللي بيمارس المحاماة، لكن ما أقدرش أطالب بيه لغير المحامي، ولا يصح إنه يطالب بيه لغير المحامي. فإذا أصبحت بطاقة عضوية النقابة من المتصور أن تصدر لغير المحامي، سيؤول بنا الحال إلى درجة أسوأ مما مررنا به في الفترات السابقة من مواجهات تحدث بين من يحمل بطاقة عضوية النقابة وهو ليس ممارس وبين الهيئات الأخرى. طيب، مسألة الحمى، صون الحمى وحمايتها عزة، لون من ألوان العزة. أنا من حقي أن أنشد، أن أضفي لونا من ألوان العزة على كوني محامي وعلى نقابة المحامين. هذا أمر لا يمكن أبدا أنه نصل إليه إلا إذا كان مرتبطا بالانتماء إليه انتماء حقيقي. فإذا كانت هذه التنقية تضفي لون من ألوان العزة، يبقى احنا حقيقة من حقنا أن نتمسك به، وليس من حق أحد أن يتضرر من هذا. ندخل بقى على الجانب الاقتصادي. احنا ليست لدينا موارد إلا ما تجمعه النقابة من المحامين للمحامين، هي اشتراكاتهم ودمغتهم مقابل أتعاب المحاماة المقضي بها لهم ورسوم التصديق على العقود اللي بيوثقوها، أعمال محاماة بتدر عوائد في حقيقتها بسيطة القيمة ويصعب زيادتها، لأنه ده يثقل كاهل المحامي في الوقت اللي النقابة عايزة تخفف عنه مش تثقل عليه في ظل أجواء كثيرة اقتصادية أخرى. يبقى هذه العوائد أو هذه الموارد للنقابة وللخدمة النقابية اللي بتحقق إيه؟ بتحقق علاج المحامي، بتحقق معاش المحامي، بتحقق المقرات اللي بيستخدمها الزملاء المحامين،
بحقق في سواء في في مقرات وأندية وكمان تأسيس غرف المحامين الموجودة في محاكم مصر في كل الأرجاء. هذه التكاليف لا مورد لها إلا ما يجمع من المحامين المشتغلين. فهل متصور أنه يشترك معهم في الاستفادة من هذه المزايا من لا يودع في هذا الصندوق؟ يعني أنا صندوق العلاج بجيبه منين؟ بجيبه من الدمغات ومن أتعاب المحاماة. هذا الصندوق يصح يبقى فيه مستفيدين غير اللي بيدفعوا فيه؟ إزاي؟ ما هو مش منطقي. وما يقول ليش أنا ممكن أدفع لك قيمة ده لسبب بسيط، لأن أنا مش ده دوري، مش دوري أن أنا أعمل جمعية فئوية لمن يرغب الاشتراك في بطاقة علاج. لا، في شركات تأمين علاج تنفع يتعمل فيها كده، لكن نقابة المحامين إذا قدمت لأبنائها هذه المظلة العلاجية ويكفل فيها المشتغل زميله المشتغل قل أو كسر عمل هذا أو ذاك بس بمعايير الزمالة يؤدي إلى تكافل. الزمالة المهنية هي اللي فرضت هذا التكافل، وإذا انتفت الزمالة المهنية انتفى الحق في التكافل وانتفى الحق في المطالبة بهذه المزايا. فليس من حق من لم يمارس المحاماة أن يطالب بمعاش، وليس من حق من لم يمارس المحاماة أن يطالب بخدمة علاجية من نقابة المحامين. ولا يقال هنا إنه والله ظروفه صعبة، والله ده هو بيمر بظروف صحية قاسية. لا، هذا الأمر يستدعي التعاطف، يستدعي المواقف الشخصية في التضامن بين الناس وبين بعضها. لكن إذا دخلنا في نطاق صناديق بتمثل مدخرات، النقابة مؤتمنة على الحفاظ على هذه المدخرات بألا يستفيد منها سوى من لهم الحق فقط، وهم الذين أودعوا فيها هذه المدخرات. اللي سد الطبع دمغة، أضربه مثال بسيط، في بعض المحاكم وخصوصا في الأقاليم، وأنا من محامين الأقاليم وأعرف كويس حجم المشقة، ممكن يستخدم 3-4 وسائل مواصلات عشان يصل للمحكمة، تكلفه ما تكلفه وترهقه ما ترهقه وتوقظه مبكرا كيفما يكون، ويذهب إلى المحكمة ويمضي نهاره كاملا حضور جلسات وجيئة وذهابا على المكاتب وعلى الأدوار ويتقطع نفسه، وأول ما يلزق طابع دمغة جزء من أتعابه المتواضعة التي لا تسمح بها الظروف الاقتصادية في بلد بأكملها، ما هو مش على كيفنا، مش هنقدر نقول اللي احنا عايزينه، احنا الظروف الاقتصادية واقع بتعيشه الناس كلها، والزحام أيضا في كثرة العدد لا تسمح بأنه حد يفرض اللي هو عايزه. فلما هذا المحامي الشاب أو الشيخ اللي بيتحرك كل هذا المجهود ويبذل هذا المجهود يودع في صندوق المعاشات بتاعه طابع دمغة قلت قيمته إلى الحد الذي يعرفه الجميع، ثم بعد ذلك يأتي إليه 4 أو 5 آخرين لا يمارسون المحاماة ولم يعانوا المعاناة بتاعته، ولا يصعدون ولا يهبطون ولا يصعدون درج ولا سلم ولا رايحين ولا جايين ولا يجب مواصلات، واللي بيمارس التجارة واللي سافر الخارج واللي تبقى وظف وظيفة أخرى واللي أصلا غادر المحاماة لأي سبب إن كان، ويجي يقول أنا شريكك في هذا الصندوق وإن المعاش اللي انت جاي تدخر له انا هحصل على ذات المعاش بنفس القيمة وبنفس المعدلات. ده بيترتب عليه تنخفض قيمة المشاركة المساهمة العلاجية، ما اقدرش اعالج حد الا في حدود ما يتيح الصندوق. فبيحصل حالة من حالات ايه؟ قلة الامكانيات التي تسمح بتلبية الخدمات. ترتفع اسعار العلاج وانا مش قادر اصعد بأسقف الخدمة العلاجية للمستوى اللي يأهل المحامي انه يتغطى بخدمة علاجية تكفيه. مين اللي عمل الحكاية دي؟ عمل الحكاية دي انه في ناس اخرين ليسوا محامين ما دفعوش في هذا الصندوق وجايين ياخدوا بطاقات علاجية وجايين ياخدوا خطابات للمستشفيات بآلاف الجنيهات علشان يتعالجوا على حساب نفقة النقابة. انصاف هذا المحامي اللي شقيان اللي جاي من بلدهم اللي تحمل اللي تكبد اللي أنفق واللي اجتهد واللي سهر واللي فتح كتاب واللي كتب مذكرة
واللي تحمل مشقة التقاضي ومخاطر التقاضي، لأنه لكل مهنة مخاطرها في الشك، واللي بيتكبد كل هذا يجي بعد كله العائد الضئيل اللي بيتحقق له مدخرا، يجي ناس تانية تفرض نفسها وتمتد إيديها لهذا الصندوق عشان تتقاسم معه فيه، هذا أمر لا شك أنه غير مقبول وغير منصف وكمان بغيض ولا غير مقبول. لو أضيف إلى هذا كله أنه مسألة الخدمات الأخرى اللي بتمثل دعم للقيمة الفنية نفسها، يعني مثلا افرض احنا عايزين نطبع مطبوعات قانونية، مجلة محاماة، تشريعات، شروح فقهية، وسائل إلكترونية لدعم المحامي في عمله بحيث انه يقدر أجهزة أو فلاشات أو سيديات أو هتتعمل إزاي؟ هتتعمل على الجمعية العمومية لأنه لازم توزع الكل. طيب أنا أعملها على الجمعية العمومية الحقيقية بتاعة المحامين الفعليين ولا اللي في الورق؟ اللي في الورق في ناس مش محامين داخلة في الموضوع، هيترتب عليه إن أنا ممكن أخش في 3 أضعاف التكلفة علشان أوزع على الغير اللي هو مش لازماه واللي يمكن مش هيستلمها، بس لازم تتعمل. طيب انا الوقت النهارده ممكن تغلي هذه النقابه ولا تتمكن من تنفيذ هذه الخدمات التي ترتقي بالاداء، التي ترتقي باداء المحامي، ترفع مستواه الفقهي القانوني، تقدم له رصيد من المرافعات القديمه ومن الاجتهادات الفقهيه القديمه والحديثه ايضا والدراسات المتعددة في القانون اللي لا بحرها لا ينتهي، دي دراسات أصلا فياضة ما تنتهيش. لو أنا تصورت أنه ده تعذر تقديمه وتركت المحامي ليبحث عن هذه الوسائل بطريقته الفردية وبرضه تحت وطأة الظروف المهنية والظروف الاقتصادية، ما يتمكنش، معظم المحامين مش هيتمكن من هذا بسبب ارتفاع تكلفة كل هذا. يبقى أنا عشان خاطر ناس ما بتمارسش المحاماة يحرم المحامي مما يرفع أداؤه ومما يزيد ثقافته القانونية ومما يمكنه من أداء هذا الدور. كم من هذه الخدمات بيتعذر بسبب هؤلاء الدخلاء؟ كثير. إذن الحق الحق الذي يقال والذي لا ينبغي أن يقال سواه أنه ينبغي أن تبقى عضوية النقابة للمحامين دون سواه، وهذا هو مفهوم التنقية. تبقى مسألة متعلقة بإيه؟ يردد الزملاء دائما أنه في بعد في المسألة بيجي بالمنشأ إيه؟ انه طيب ما هو في ناس ممكن تتسرب، يعني في ناس ما بتشتغلش بس افلحت في انها تقدم الدليل الذي تطلبه النقابة واستصدرت البطاقة العضوية رغم انه ما عندوش شغل كتير او مش مضطرد، ما بيمارسش المحاماة بشكل مضطرد. هل لما يتسرب الناس دي يبقى احنا في ناس منعت لان ما عندهاش دلائل ممارسة، وفي ناس تمكنت من الدخول بدلائل ممارسة قليلة هزيلة ما تدلش على الممارسة المضطردة؟ المعيار هنا ممكن يبقى محل والله هذا هو المتاح، وما نقدرش نزود في الضوابط أكثر من أنه يثبت أنه بيمارس باضطراد، ويثبت أنه لم يغادر البلاد، ويثبت أنه لم يؤمن عليه في عمل آخر، وبعد كده لو أنه حد تولد لديه الـ 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 يعني التفتق الذهن لدى المحامين عن وسيلة لمنع هذا تضاف. طب إيه لأن يتفتق الذهن نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ المفروض إن المحاماة بتمارس بشكل جماعي،
لأن المحامين في كل محكمة يجتمعون في غرفة واحدة وبيجلسون في الجلسات جلسة واحدة وبيتحركوا في أعمالهم تحركا علنيا. المحامي بيترفع في جلسة علنية وبيحضر في قضايا علنية، والورقة نفسها التي يرفع بها الدعوة تسمى إعلان، فهي أصلا ورقة رسمية ومعلنة. فما فيش مجال لحد يمارس المحاماة من غير ما يبقى بارز وظاهر. وعند في مجتمع المحامين في 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 مدينته أو في حيه هو معلوم. لو انه في ناس ما بتمارسش المحاماه وهذه الجماعه او هذه اللجنه النقابيه او هذه الدائره الجزئيه او هذه النطاق المجتمع المحامين اللي موجود في هذا الاقليم لا يرى، وثم راى ان هذا الزميل قد استصدر بطاقه العضويه، عايزين نصل الى مرحله ارقى من هذا. وهو ايه؟ انه مش بس مجلس النقابه ولا الادارات اللي في النقابه هي اللي تباشر التنقيب، عايزين الجمعيه العموميه تدخل باعتبار المسؤوليه وباعتبار انها ستستفيد من هذه التنقيب، تروج ثقافه ان التنقيب حمايه للمحاماه، فتصبح الجمعيه العموميه هي الرقيبه. في حد تعرفه اتأيد وهو مش بيمارس كويس، يبقى يجب على النقابه ان تحاط علما بهذا وتكلف بشكل مباشر من 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 جماعه المحامين في هذا الاقليم انه فلان وفلان وفلان استصدروا بطاقه العضويه للنقابه وهم ليسوا من الممارسين فيها. الحكايه دي محتاجه شيء من انواع يعني شيء من 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 من, من ترويج ثقافه انه مش عيب ان انا دافع عن بيتنا، وانه يقول لك هو انا مخبر، هو انا بروح ابلغ في واحد، وانا طب وانا ليه وانا اروح اقول لا 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 لا، انت هنا مش بتبلغ حد، انت بتحمي بيتك، انت بتحمي نقابتك، انت بتحمي اسوار تخصك، حرمات نقابة المحامين وحماها، الدفاع عنها عزة. وان العيب هو السكوت عن التسرب اليها، وليس العيب في ان تبلغ النقابة بان هناك زيد او عمرو قد اخترق نقابة المحامين على غير استحقاق. هذه الثقافة من شأنها انها ترفع من مستوى التنقيب. طيب ده الكلام ده متكلم كلام نظري، هو اثمر الكلام ده شيء؟ جاب نتيجه؟ نعم اثمر كثيرا، اثمر كثيرا. احنا نقدر نقول من خلال العمل النقابي ان نوعيه المشكلات اللي بتستدعى اليها النقابه لحلها اصبحت مشكلات مهنيه تصدر من محامين وفي اعمال محاماه، ما بقتش الحاجات اللي بتحصل في دوائر عمل اخرى بعيد عن المحاماه تستدعى لها النقابه عشان في واحد هنا اللي معاه بطاقه كارنيه عضويه كارنيه النقابه. لا، ده موضوع تم تقليصه الى حد كبير. الامر الثاني، الاسقف العلاجيه التي تم رفعها هذا العام، اترفعت الاسقف العلاجيه الى ارقام مكنت من زياده قيمه المساهمه التي تدعم بها النقابة المحامي في علاجه، زيادة نوعية الأمراض التي يمكن تغطيتها وكفالة العلاج فيها، زيادة النطاق المساهمة في الفحوص والأشعات والتحاليل التي يحتاجها المحامي، ودي كانت أمور أيضا كانت بتحتاج دايما إلى كثير جدا من المعاناة لأنه ما نقدرش نفتح فيها الباب إلى ما لا نهاية عشان الخبراء الاكتواريين والذين يحسبون هذه الامور مقيدين بالعدد، مقيدين بالارقام اللي يقدروا يقدموها في تقرير ويوافق عليه المجلس. امكن المجلس هذا العام انه يصعد بهذه الارقام بشكل يدعم المحامي دعما حقيقيا، ودي بدايه ثمره التنقيب، البدايه. محدش يتصور ان كده ان خلاص انتهينا، لا، ده هو بدأ هذا الكلام. طيب كمان امر اخر عفوا، هي المعاش الشهري اللي بتدفعه النقابه للمحامي لما يصل الى هذا العام، في هذا العام الى هذا الرقم، ثم يبشر بزياده مضطرده سنويا بدءا من العام القادم وبعد القادم وبعد بعده
ده كلام معناه ايه؟ معناه انه لما بدأت التنقيح تبقى في واقع فعلي استطاع الخبير ان يقول تستطيعون وممكن انك تدي هذا الرقم. ما كانش ممكن في ظل الزيادة اللانهائية اللي كانت موجودة ان احنا نقدم هذه الخدمات. إذن سفينة المحاماة التي كانت تحمل أضعاف أضعاف قدرتها على الحمولة أو أضعاف حمولتها كانت معرضة بشكل وشيك على الغرق، وإنه استنقاذ هذه السفينة من الغرق بالتخفيف عنها وقصر لا تحمل إلا المحامي الحقيقي هتبحر وهتستطيع وهتصل بإذن الله وسوف تتحسن فيها الخدمات. وقبل هذا كله أرجع وأقول إنه الدعم الثقافي بالكتاب القانوني وبالدراسات القانونية وبالتأهيل للأداء الأرفع فنيا في المهنة أمر كله يرتبط ببقاء عضوية النقابة قاصرة على المحامين دون سوى. أكثرت في الحديث على ما يبدو إنه كلام كتير، لكن في الحقيقة الاستطراد فيه ممكن يمتد إلى مدى زمني غير محدود. يكفي أن أقول أننا بحاجة أن تكون نقابة المحامين نقابة للمحامين فقط دون سواهم.